السلام عليكم. أعلنت سامسونج عن هاتفها الجديد جالكسي A24 والذي به شاشة سوبر أموليد بتحديث 90 هرتز مقاس 6.5 إنش، صوته 1000 نيتس، 396 بيكسل لكل إنش فول اتش دي بلس، معالج ميديا تك هيليو G99 ومعالج رسوميات مالي G57، نظام تشغيل اندرويد 13 به نسختين 8 جيجا بايت في الرام و 120 نسخة التخزين ونسخة 6 في الرام 128. كاميرا ثلاثية الخفية الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وكاميرا ثانية 5 ميجا بيكسل خاصة بالزاوية الواسعة وأخرى 2 ميجا بيكسل للماكرو. كاميرا سيلفي أمامية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2. تصوير فيديو لكلا كاميرتين 1080 ب30 إطار. بطارية 5000 ميلي أمبير. تدعم شحن سريع 25 واط. سعر 200 أورو حوالي 4 ملايين وشوية بالعملة الجزائرية.